أستاذ يوسف قراوي الفلالي، هذه الازدواجية التي تسم هذا القطاع الاقتصادي غير المهيكل في المغرب كونه خزان لليد العاملة بشكل كبير جدا، وصمد نسبيا في مرحلة الجائحة قياسا إلى الاقتصاد المهيكل، ولكن في نفس الوقت يتحدث الأستاذ إدريس الفينة عن القيمة المضافة الاقتصادية المنخفضة. كيف يمكن التعاطي مع هذا الاقتصاد المهيكل بهذه الخصوصية؟ ولا سمحت لي الأخ محمد الفاضل، تفضل. حتى مجموعة من الدراسات الوطنية والدولية اللي قام بها حتى صندوق النقد الدولي يعني والبنك الدولي، الاقتصاد غير مهيكل يكلف الكثير الدولة المغربية، كنفقدوا ما بين 25% حتى 30% من القيمة المضافة من الناتج الداخلي الخام، يعني أن الخسارة السنوية قلت توصل حتى 300 مليار درهم. وراء قالها الأستاذ عبد الله الفرقي، القطاع الغير مهيكل هو قطاع مشغل وفي واحد العدد كبير من العاملات والعاملين، والإدماج دياله يعني غادي يمكن المغرب من كسب واحد نقاط نمو جد مهمة، وأيضا مسألة بلورة النموذج التنموي مرتبطة ارتباط مباشر بطريقة الحال يعني بإدماج هذا المقاولات للتنشيط في هذا السوق الغير مهيكلة أو السوداء. عفوا عن المقاطعة، هل هو كله ربح أم كله كلفة مسألة إدماجه؟ أنا بالنسبة لي مسألة الإدماج فيها جانب إيجابي جدا، وهو تحقيق نقاط نمو مهمة باش نوليو ونصبحو بين الدول النامية. خصنا نحققو حتى 7-8% يعني كمعدلات نمو السنوات المقبلة باش نمشيو في طريق الإقلاع الاقتصادي، وهذا الإدماج يعني غادي يمكن أيضا الدولة المغربية من أنها تستفد، لأن إذا كانت قيمة مضافة كان رقم معاملة مهم، كنعرفوا أن هناك ضرائب ستؤدى من بعد، كنرفعوا التنافسية لهذه المقاولات الوطنية، كيمكن لها تنخرط في سلاسل الإنتاج الدولية وبالتالي تصبح مقاولات نص الديرة للخارج، وهذا أيضا غادي يحسن من عجز الميزان التجاري ديالنا اللي مع الأسف هناك واحد العجز يتراكم من سنة إلى أخرى ومؤشر سلبي أيضا من أجل الإقلاع الاقتصادي. المسألة صراحة راه كاين واحد الارتباط اقتصادي والمؤشرات فيما بينها، لأن الاقتصاد غير مهيكل فيه جانب ديال التشغيل، فيه جانب ديال نقاط النمو، فيه أيضا نفقات جبائية اللي خصها تحملها الدولة من أجل تحفيز هذه المقاولات باش يدخلوا القطاع المهيكل، وفيه تحسين عجز الميزان التجاري والرفع من تنافسية المقاولات المغربية وتحقيق واحد رقم مهم وحجم مهم من الصادرات من الخارج. المسألة راها مرتبطة من الناحية الاقتصادية والمالية. إذا سمحت لي الأستاذ محمد الفاضل توضيح أساسي، وراه قالوا السي عبد الله وأن هاد الإجراءات اللي قامت بها الحكومة الحالية في إطار يعني لجنة اليقظة الاقتصادية خصت بالأساس المقاولات المهيكلة وبالخصوص المقاولات الكبرى المتوسطة. سي عبد الله ولا أنا اتصلوا بنا بزاف ديال المقاولين يعني كيشتكي وحاولنا نساعدهم على حسب يعني الوسائل المتاحة ديالنا. صراحة زعما حنا في المركز كاين اللي ساعدنا كاع باش يدير الملف ديالو، ملي كيمشي يطلب يعني ضمان أكسجين ولا ضمان انطلاق ولا ضمان طرق مستمر قروي يعني ولا حتى يعني ضمان إعادة التشغيل، يعني هذه كاملة كانت قبل الحجر الصحي وبعد المريض دخول مرحلة الحجر الصحي. مع الأسف يعني كيكون واحد يعني واحد الرد وأخذ مع الأبناك، ما كيحصلوش على القروض بسهولة، وهادو أصلا مقاولات يعني راه مهيكلة، فما أدراك أخي محمد الفاضل مقاولة غير مهيكلة ما قدرش تحصل على بيان مالي تقدمه يعني البنكي، ما عندهاش من سجلات التجين التجاري، عندها موظفين غير مصرحين في صندوق الضمان الاجتماعي، هادو زعما صراحة كاع ما نهضروا عليهم، ما عندهمش كاع الفرصة باش يحصلوا على التمويلات. ولهذا إذا سمحتي لي كنعاود نأكد مرة أخرى خصنا واحد الإرادة سياسية واضحة من أجل دعم هذه المقاولات هذه أو هذه الوحدات اللي كتنشط في القطاع الغير مهيكل. وسمح لي واحد المسألة أخرى أساسية، درنا واحد اللقاء مع السيد رئيس الحكومة وراه كان السي عبد الله وكنشكره هو اللي نظم هذه المناظرة وهذا اللقاء هذا، ودرنا مجموعة من التوصيات قدمناهم للسيد رئيس الحكومة في يديه،
ولكن مع الاسف كنتفاجئوا في نهايه الولايه الحكوميه ان عدد من الاجراءات ومن التوصيات المقترحات اللي تقدمنا بهم ما اتخذوش بعين الاعتبار. درنا مراسلات مباشره لرئاسه الحكومه من مجموعه الاجراءات الاساسيه كتخص هذه المقاولات الصغيره، والمقاولات الصغيره جدا وهذه الوحدات اللي كتنشط يعني في هذا القطاع الغير مهيكل مع الاسف ما اتخذش بعين الاعتبار. ولكن كنتمنوا بما ان هناك انتخابات تشريعيه مقبله كنتمنوا ان الحكومه المقبله تكون عندها الجراه وتكون تجيب لنا اجراءات عمليه من اجل ادماج هذه المقاولات اللي كتشكل واحد فئه مهمه من نسيج المقاولات المغربي. نعم.